السلام عليكم متابعيني، كنتمنى انكم تكونوا بألف خير. مرحبا بكم معايا في الدرس الثاني من سلسلة تعلم اللغة التركية من الألف إلى الياء، ودرس اليوم غادي يكون تحت عنوان الأرقام. إذا خذوا ورقة وقلم ولنبدأ على بركة الله. درس إيكي راكم لار. صفر صفر صفر. بير بير بير. إكي إكي إكي. أتش أتش أتش. دورت دورت دورت. بش بش بش. ألت ألت ألت. يدي يدي يدي. سكيز سكيز سكيز. دوكوز دوكوز دوكوز. أون أون أون. أون بير أون بير أون بير. أون إيكي أون إيكي أون إيكي. أون إتش أون إتش أون إتش. أون دورت أون دورت أون دورت. أون بش أون بش أون بش. أون ألت أون ألت أون ألت. أون يدي أون يدي أون يدي. أون سكيز أون سكيز أون سكيز. أون دوكوز أون دوكوز أون دوكوز. يرمي يرمي يرمي. يرمي بير يرمي بير يرمي بير. يرمي إيكي يرمي إيكي. يرمي أوتوز أوتوز أوتوز. كيرك كيرك كيرك. إلي إلي إلي. ألتمش ألتمش ألتمش. يتمش يتمش يتمش. سكسن سكسن سكسن. دوكسان دوكسان دوكسان. يوز يوز يوز. ألت يوز ألت يوز ألت يوز. بين بين بين. بش بين altı yüz yetmiş dört. Beş bin altı yüz yetmiş dört. Beş bin altı yüz yetmiş dört. On bin on bin on bin. Dört on bin dört on bin dört on bin. Yüz bin yüz bin yüz bin. Bir milyon bir milyon bir milyon. On milyon on milyon on milyon. Yüz milyon yüz milyon yüz milyon. Bir milyar bir milyar bir milyar. فيديو اليوم انتهى، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. نضرب لكم موعد متابعي الكرام في الفيديو القادم باذن الله، وغادي نهضروا فيه على ايام الاسبوع واشهر السنه. خليت لكم الراحه، تبقوا على الف خير.